وجه محافظ سوهاج اللواء عبد الفتاح سراج بإدراج مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي جزيرة محروس بمركز إخميم ضمن مشروعات الأولوية العاجلة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. وخلال جولة ميدانية تفقد خلالها الموقع المخصص للمحطة، أكد المحافظ على أهمية المشروع في خدمة المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، موجهاً باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وتذليل كل المعوقات للبدء في تنفيذ المشروع.